هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم. نواصل وبالله التوفيق حديثنا عن مخالقة بعضنا البعض بالأخلاق الحسنة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نرى اليوم مخالقة الإنسان لجاره. الجار، وما أدراك ما الجار؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من فرط تكرار سيدنا جبريل وصيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الجار سيصبح من أولي الأرحام الذين لهم الحق في ميراث الإنسان. وهذا منتهى الحرص على هذه العلاقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في رواية أو ليسكت. سبحان الله، الجار وما أدرك ما الجار. لأن نحن حتى بالدرجة يقول لك الجار قبل الدار، لأن الجار إذا كان طيبا حسن المعاشرة فإن عيشتك معه ستكون طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار المقامة، فإن جار البادية يتنقل. الجار السوء، وعندما يكون مقيما فبئس الجار، أما جار البادية فإنه يتنقل بحثا عن الكلاء فيزول أذاه بذهابه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أربع من السعادة. شنوما؟ المرأة الصالحة، والجار الصالح،
والمركب الهنيء والمسكن الواسع. إنسان مرأة عنده مرأة صالحة، جار صالح، وسيلة نقل طيبة هنيئة ومسكن واسع، هذه من السعادة. والعكس تماما، وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء، والعياذ بالله. هالحديث هذايا اللي أخبرنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه مقومات السعادة الأربعة، أمهاتنا وجداتنا تعلموا هالحديث هذايا من أزواجهم. أزواجهم كانوا يسمعوا هالحديث هذايا في المسجد، ويدخل المرت يقول راه الشيخ اليوم قال لنا وقال لنا، قال لنا أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. هي ما تجيبش تكلم بالعربية الفصحى، الترجم دعوة لولدها حسب هذا الحديث، ترجمه بالدرجة. اش تقول له؟ تقول له: ولدي برا يعطيك مرا مطيعة، وبغلة سريعة، ودار واسعة. ترجم لي هذا الحديث. نعود إلى الجار، وما أدرك ما الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الجيران أنواع. أول الأنواع وأكثرها حقوقا هو الجار المسلم والقريب، له ثلاثة حقوق: حق الجيرة، وحق الإسلام، وحق القرابة. وهناك جار له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. وهناك جار له حق واحد وهو حق الجيرة. يعني ليس قريبك وليس مسلما، يعني شو الإسلام معظم. حتى كيف يبدأ جارك ما هوش قريبك وما هواش مسلم، فعليك أن تحسن له، ويبقى حقه قارا موجودا وهو حق الجيرة. وقد رأينا كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيرانه بالمعاملة الحسنة، حتى أدى ببعضهم وهو يهودي إلى الإسلام وإلى النطق بالشهادتين. جارك ما عندكش الحق باش تطيل عليه بنيانك فتسد عليه الريح والشمس، ما عندكش الحق باش تعطي لوليدك كعبة تفاح حمراء ولا كعبة موز ويخرج بيها للشارع قدام السيارات الاخرين اولاد الجيران اللي يبوه ما يجيبش يشيل نفسك الثمرة ويقعد ياكل فيها قدامه، ما عندكش الحق. حتى يقول لنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف الطيب اي نوع من الاكل، عندما تطبخ اي نوع من الاكل فاكثر مرقه وتعهد جيرانك. يحكى ان بنتين توفي والدهما وترك لهما بيتا فيه طابق سفلي وطابق علوي. الطابق السفلي تسكن فيه بنية انقطعت الى العبادة والى الاعمال الصالحة والى فعل الخير، اما التي تسكن الطابق العلوي فقد اغويت وذهبت الى الطريق السيء والعياذ بالله. وعندهم جارتهم مرأة أرملة ولها أيتام. البنية اللي تسكن الطابق السفلي طبخت نوعا من الأكل فخرجت رائحته وذهبت إلى تلك الدار التي يسكنها الأيتام. فعندما شم الأيتام رائحة الطعام وهم قد قرموا، يعني لم يذوقوا اللحمة منذ أيام، قالت إحداهن: يا أمه إن جارتنا قد طبخت
نوعا من الأكل. قالت لها هي امشي لها وقل لها تعطيك الغربال باش تفهم هي وتعطيها شيئا من ذلك الأكل. فأعطتها الغربال ولكن لم تعطيها شيئا من الأكل، ما جاش لبالها. فأعادت الكرة مع بنت أخرى من بناتها، اذهب وقل لها أعطيني جمرة من نار، احنا نقول جمرة عافية تيمنا. فأعطتها جمرة النار ولم تعطيها شيئا من الطعام. أختها التي تسكن الطابق العلوي رأت ذلك الذهاب والإياب ففهمت، فكلمت أختها وقالت لها هل تعطيني ذلك الطبخ الذي أعددتيه وأنا أتنازل لك في المسكن الذي أسكنه. فتم ذلك، فأعطتها الطعام وذهبت به إلى أولئك الأتام إلى جيرانها وأعطته إياهم، فأخذوا في الدعاء إليها بالمغفرة والعفو والبعد عن كل ما يعكر صفو حياتها. وذهب كل واحد إلى بيته. وفي الصباح ذهبت صاحبة البيت السفلي وإلى أختها وطلبت منها أن تفي بعدها وتتنازل لها عن ذلك البيت، فوجدتها ميتة وسمعت هاتفا من قبل الله سبحانه وتعالى يخاطبها ويقول لقد غفر الله سبحانه وتعالى لأختك بذلك الطعام التي أكرمت به أولئك الجيران من الأيتام من جيرانها. وإلى فاصل قصير نعود بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. سهل التستري أحد علماء الأمة كان له جار مجوسي، مجوسي معنى عابد للنار. فعندما حضرت الوفاة سهل التستري رحمه الله نادى جاره وقال له هل رأيت ذلك تلك الغرفة التي هي ملاصقة لبيتك؟ قالوا نعم. قالوا اذهب وانظر ما بها. فدخل المجوسي إلى تلك الغرفة فوجد تحت الحائط الذي هو ملتصق ببيته جفنة، وعاء كبير تحت الحائط يسقط فيه وسخ وزبالة وفضلة الإنسان، يعني تحت كنيف ذلك المجوسي. فقال له ما هذا يا سهل؟ قالوا تلك الجفنة موجودة منذ أن جاورتني، وأنا كلما امتلأت أفرغتها، وها أنت ترى ما حضر بي، يعني الوفاة، وإني أخشى أن لا يرضى أولادي بذلك، فتدبر أمرك. قالوا قبل أن أتدبر أمري أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الدين الذي يصل بأتباعه أن يتحملوا أذى جيرانهم، وجار ليس مسلما يتحمل أذى لهالدرجة، هذا دين لا يمكن إلا أن يكون دينا قيما صحيحا
لا لبس فيه بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. احنا نتعامل هكا مع جيراننا، وإلا على خاطر أي أبسط الأشياء نتعاركوا، ها؟ وقت اللي جاري يجي يعمل أي حاجة في داره نجري ونشكي به للسلطة. أي حاجة يعملها جاري نحسد عليها وما نخليش يعملها. هذه هي المعاملة التي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعامل بها جيراننا. والعلاقة يجب أن تكون أطيب وأحسن إذا كان جارك له أيتام في بيته، فعليك أن تحسن إليهم وأن تضاعف الإحسان إليهم. لماذا؟ لأنهم ابتلوا بفقدان الأب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشكو قسوة القلب وقلة الرزق. فماذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن يلين قلبك ويتسع رزقك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكثر من المسح على رؤوس الأيتام يلين قلبك ويتسع رزقك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بكى اليتيم، إذا بكى اليتيم، قال الله تعالى: من الذي أبكى هذا الذي أخذت والده؟ اشهدوا يا ملائكتي أني سأرضي من يرضيه. قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أهم أن أقرع حلقة باب الجنة، ما هو أول من يدخل الجنة شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من يطرق حلقة باب الجنة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأله رضوان خازن الجنة: من الطارق؟ فيقول له: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لقبلك من أحد أبدا. قال: بينما أهم أن أدخل باب الجنة إذ بامرأة تريد أن تسبقني، فأسألها عن سبب مسابقتها لي، من أنت؟ فتقول: أنا أرملة تأيمت على أيتام زوجي. قال: فأخذ بيدها وأدخل أنا وهي كهاتين إلى الجنة. فلننظر إلى عظمة هذا الدين وإلى حرصه على حسن معاملة الناس، وخاصة أصحاب الحاجيات الخاصة، أولئك الذين ابتلوا بالفقر. ما يصيرش منه احنا توا في رمضان وجاري بحذايا ما يبقى ما ياكل، وصاروا ما تقى ما تشق عليه الفطر، وأنا آكل جميع الخيرات والمايدة متاعي الفاضل متاعها يوكل 4 و5 عائلات. اسمع لسيدك صلى الله عليه وسلم ايش قال. قال: ما آمن بي 3 مرات. فقال الصحابة: من هذا؟ خاب وخسر يا رسول الله. قال: من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم به. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان يا رمضان أنت شهر
هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.